تعادل ايجابي 1-1 بين الاهلي ومودرن سبورت في شوط اول كان سيطره فيه للنادي الاهلي، ولكن البدايه كانت بعض الشيء مش زي ما تمنيناها. دايما بنقول بعد المباريات الكبيره بعد البطولات بنقلق شويه، عشان كده القلق كان متسرب لينا قبل المباراه، وفعلا ده اللي حصل في البدايه. البدايه راحت مننا، قدر مودرن سبورت ان هو يخطفنا من بعض المحاولات الفرديه، يمكن شفنا محاولات فرديه عشوائيه لاحمد عاطف وايبه، قدروا ان هم يجيبوا هدف، ولكن يحسب للنادي الاهلي عودته للمباراه مره اخرى في نهايه او قبل نهايه احداث الشوط الاول براسيه رائعه لامام عاشور الغائب الحاضر اليوم. كابتن شريف، الحمد لله ان النادي الاهلي قدر يسجل هدف التعادل قبل نهايه احداث الشوط الاول. ده اهم حاجه كابتن ايمن اللي انت قلته ده. الحقيقه شوط لو الدوري المصري بهذا القوه يعني وبالطريقه دي، لا الكوره في مصر هتتعدل تماما يعني. فاجئنا طبعا فريق فيوتشر ومدربه بالضغط على النادي الاهلي، ضغط بيحاول ان هو يكون ليه تواجد في نص الملعب بتاعك. انت حاولت تمتص الضغط ده والبدني بتاعهم السريع وهم ما عملوش اي حاجه، حتى الجول اللي جابوك فيك يعني جول من شوطه ضعيفه جدا وهي راحت، يمكن الشناوي ما خدش باله او ما شافهاش وهي بتتشاط، بقى ما راح لها كان تو ليت يعني. انما في سرعات كبيره جدا من فرقه فيوتشر خلوك انت اكثر اهتماما كمان، يعني اداء فيوتشر ده النهارده مخلي لعيبتك اكثر اهتماما، اكثر تركيزا، اكثر احتفاظا بكل كره تجي لك. اي نعم ساعات بيبقى في ميز باص وكل حاجه، بس ده طبيعي في لعبه كره القدم. انما احسن كلمه انت قلتها ان انت رجعت للمباراه قبل نهايه الشوط. في هدف طبعا احنا جايبينه 100% جول، الحكم بيصفر على كره لصالح النادي الاهلي. انت لو هنجيب الكابتن ناصر ونشوفها ونرجعها هتلاقي حتى المدافع نايم على رجل الفيرود بتاعك وهو بيحاول ياخد الكره ويستخلصها، راح على طول مبيت النيه ومدي فاول. الحاجات دي بنقابلها كتير وشفناها كتير، ولا ما اروع انه ضايع على محمد مجدي قفشه هدف، هدف جميل جدا هو في احتياجه والاهلي كان في احتياجه صحيح للتقدم. صحيح. انما بروح الفانيلا وبالاهتمام اللي حصل وبالدرس اللي خدناه في الشوط الاول، اتمنى النادي الاهلي يكون ليه وجه تاني يفرز كل الطاقات اللي عنده حتى بالتغييرات، يعني ان شاء الله يكون في سبب قوي جدا يرجعك للمباراه للفوز يعني. كابتن عادل، الحماس والروح العاليه والقوه كانت سر اداء مودرن سبورت في الشوط الاول. لا، وعدم الانتظام مننا، عدم الانضباط وعدم الانتشار الجيد. انت ما عملتش انتشار جيد. كريم فؤاد وخالد كانوا بعاد قوي، وحته نص الملعب امام على قدام، ومفيش الا قفشه بس في وسط الملعب بيلعب في الحته الهجوميه بس هو اللي بيستلم، لكن اكرم واسع قوي عليه نص الملعب، فانت ما عملتش الاداء الجيد. ولكن ان اردت ان ترجع المباراه لازم تعمل ثلاث تغييرات وسرعة جدا. لازم محمد هاني يلعب ويطلع خالد، عندك يطلع طاهر محمد طاهر وينزل بيرسيتاو، وعندك كمان ديانج ويطلع امام عاشور. يعني تلعبها كريم ومنعم وربيعه وهاني، وتلعب ديانج واكرم اثنين ديفندرات، وقدامهم قفشه، وعلى شمالهم حسين، وعلى يمينهم تاو او رضا سليم ايهما، وسام يبقى قدام. يبقى انت لو ما غيرتش في الوقت ده، لان الانتشار والقوه بتاعت فيوتشر ممكن تتعبك في الشوط الثاني. واضح ان هم جاهزين بدنيا، واضح ان هم عندهم روح عاليه قوي، بس الحته التنظيميه بتاعتنا تتعدل بالطريقه اللي انا قلت لك عليها، ويمكن تاو او رضا سليم ايهما هيعمل الاداء الهجومي، وحته ديانج واكرم توفيق هيسيطروا على نص الملعب، لان الكره الثانيه يمكن انا قلت لك قبل الماتش الكره الثانيه مش هتبقى بتاعتك، هي دي اللي عامله الخلل عندك. صحيح. طيب كابتن احمد، بالرغم من ندره هجمات مودرن سبورت في الشوط الاول وكلها عن طريق محاولات فرديه لاحمد عاطف او ايبا، الا انها شكلت خطوره كبيره جدا على مرمى محمد الشناوي، ومن احدها جاء الهدف اللي تلقاه النادي الاهلي. يعني انتوا قلتوا ان وجود كريم فؤاد وخالد عبد الفتاح هيسد الحته دي كويس، لا اللي شفناه العكس تمام. لا احنا كابتن لا نرجع تاني، احنا قلنا ايه؟ قلنا ان مودرن فيوتشر تمام لو ما ضغطتش عليه من قدام واديته فرصه ان هو يلعب اللونج بول للعيبه اللي قدام هيبقى عندك مشكله في السرعات، ده الكلام ده قلناه من بدايه الجيم. وقد كان انت الجول اللي جه ازاي؟ في واحد بمهاره فرديه بيعدي من اثنين بسرعات ما هو في مساحه ما هو يلعب بسرعه يا كابتن بسرعته، ده واحد ضد كام؟ واحد ضد ثلاثه
كان ممكن يقطعوها في الحته دي. بالظبط واحده ده ثلاثة. هو بيشتغل على دي، هو بيعمل ايه يا كابتن؟ واحد اتنين ويوم لاعب على طرفين الملعب للاتنين اللي عندهم سرعه، يبتدوا يمسكوا الكوره ويروحوا بالكوره واحد ضد واحد، او زي ما راح واحد وعدى من اتنين لعيبه وكمل وشاط وسجل هدف. وكان ممكن يجيبوا بنفس، يعني مش بنفس اللعبه بس بنفس الطريقه، كان ممكن يجيبوا جولين تانيين. يعني في كورتين اتنين الاتنين احمد عاطف راح مع ايبالا تمام ايبا تمام، وراحوا دبل باص اتنين دبل باص، لو لف وحطها للرايت وينج لاحمد عاطف او عبد الكريم عبد الكبير الوادي كان ممكن يبقى جول تاني وتروح ويعني ويبقى عندك مشكله كبيره جدا الشوط الثاني. طب ليه متواجده الثغرات دي ورا؟ متواجده لان انت ما بتضغطش بشكل جيد من المباراه. انت عامل ايه يا كابتن؟ اكرم توفيق راجع ورا. بص يا كابتن تمام، انت عامل ازاي بتلعب ازاي؟ اكرم توفيق راجع ورا، مجدي قفشه راجع ورا تمام، هو كمان امام عاشور التواجد بتاعه قليل في الحته الهجوميه وفي الحته الدفاعيه، واضح ان عنده مشكله بدنيه تمام، واضح ان اللعيبه بتمر بحاله من الايجاد، حاله كبيره من الايجاد، علشان كده يستلزم التغييرات. حتى لو ما عندكش مشكله في حته اللعيبه لازم يبقى تعمل ريفرش، لازم يبقى تنزل لعيبه جديده تعمل لك نشاط من تاني يا كابتن ايمن، لان واضح ان لياقتك البدنيه تمام قليله شويه، واضح ان اللعيبه مجهده، واضح ان اللعيبه مش قادره تادي الدور الدفاعي والدور الهجومي بشكل جيد تمام او بشكل منتظم كويس. يعني انت بتروح اربع خمس لعيبه وبيبقى ورا اربع خمس لعيبه والنص الملعب فاضي. احنا اتفقنا من اول مباراه واتكلمنا ايه، لازم يبقى لعيبه النادي الاهلي بتلعب في 45 متر سواء في الحته الهجوميه او الحته الدفاعيه. انت لا، انت عامل جاب كبير جدا ما بين الحته الدفاعيه والحته الهجوميه، نص الملعب فاضي، ما فيهوش حد بيدافع كويس، ما فيهوش حد بيضغط كويس، هما بيستلموا ثلاثه في نص ملعب فاضيين. يعني في كوره في الشوط الاول في الدقيقه 37 38 باص 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 لعبته في نص ملعب وانت ما فيش حد بيضغط خالص تمام. هنرجع للحته الثانيه، هل ميدفيلدر واحد مش كفيل انه يبقى عامل لك الحته قافله قافل نص ملعب كويس؟ يبقى هتغير واحد من الاثنين زي ما اتفقنا وقلنا يا جماعه ان طريقه لعب الراجل هو بيعتمد على الحته دي. لعب مجدي قفشه المباراه دي تحديدا لانه سجل هدف مهم جدا الماتش اللي فات، فبالتالي عايز يديله. لكن كان لازم مع ان هو يدي مجدي قفشه انه يلتزم بنفس طريقه اللعب، اثنين ميدفيلدر ثاني وواحد يلعب قدامهم في الحته دي. وقلنا يا كابتن ايمن الشوط الاول قلنا هيبقى عندك مشكله في قلب الملعب لان امام هيميل ناحيه الشمال ومجدي قفشه احتمال يميل ناحيه اليمين، فعندنا مشكله كبيره جدا في القلب. حط حته الهاي بريشر او الضغط المتقدم مش موجود تمام. انت بترجع عندك مشكله كبيره جدا في الطلوع وعندك مشكله اكبر في الارتداد. هو بيعمله ايه؟ هو بيعمل يا كابتن مقفل كويس قوي وسايب لك طرفين الملعب تشتغل تباصت باصت باصي وقافل لك كويس بحيث ان هو يخليك مضطر انك تعمل كره عرضيه. هو اكتر منك عدد في نص ملعب تمام. انت لازم الشوط الثاني تملى نص ملعب بشكل كويس. لو في لعيبه مجهده او مش قادره تكمل الماتش يبقى لازم من البدايه انه يحصل عمليه التغيير، لان انت مش هينفع تخش الشوط الثاني بنفس الطريقه دي. انا اتمنى برضو ان الباور الزياده او المجهود الزياده اللي بذلوه فرقه مودرن سبورت انه ياثر عليهم الشوط الثاني. طيب كابتن اسامه، رؤيتك الفنيه لاحداث الشوط الاول، وفي نقطه فنيه مهمه جدا عايز اتكلم فيها، العمق الدفاعي والتاخر الواضح لمنعم ورامي ربيعه الشوط الاول. اولا اخطاء الشوط الاول عدم الدخول الجيد للمباراه من لاعبي النادي الاهلي، تحس ان لعيبه النادي الاهلي منتشيه شويه من مباراه بيراميدز، تحس ان هل في اجهاد شويه. بدايه المباراه كل الكرات المشتركه لصالح مودرن سبورت، الحديه في الالتحامات في الكرات العاليه او كرات على الارض، حتى الضغط اللي النادي الاهلي مميز بيه ما شفناهوش من بدايه المباراه. ده اول خطا. الخطا الثاني العمق الكبير جدا والرهيب اللي عامله رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم، وحذرنا منه من بدايه المباراه، قلنا الفرقه اللي بتلعب على هجمات مرتده ما ينفعش ان انا اعمل عمق كبير جدا. رامي ربيعه واخد الفرقه بدل ما ياخد محمد عبد المنعم وخالد عبد الفتاح وكريم فؤاد واطلع علشان اقفل الجاب والمساحه اللي ورا اكرم توفيق، لا هو ساحب. فكل اللعيبه اللي جايه من تحت محمد احمد عاطف او اللعيب ارنولد ايبا اللي بياخد دايما في ظهر اكرم، الحته دي فيها جاب، لازم رامي يطلع باللعيبه دي. اول خطأ. الخطا الثالث محمد الشناوي حارس مرمى كبير، والحارس مرمى كبير ما ينفعش في لقطه زي دي. يعني رد فعل الشناوي شويه كان بطيء سواء في خطوات رجله على الارض او في النزول للكره او قرايه اللعبه. احنا طبعا لسه في 45 دقيقه ثانيه ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يعوض فيهم، لكن انا بتكلم على خطا يعني حجم زي محمد الشناوي حارس مرمى كبير
شفنا منه تصديات كبيره جدا، لكن خطا كان يعني كان ممكن يكون في المتناول وكان يتعامل مع الكره بسهوله. لكن وارد في كره القدم. لعيبه النادي الاهلي لازم الشوط الثاني لازم انزل من بدايه الشوط الثاني، ما ينفعش البدايه خدها مني مودرن سبورت زي الشوط الاول، لا لازم انا علشان اعزز الهدف الثاني. وكويس النادي الاهلي جاب هدف في الشوط الاول، برضو تخرج اوضه اللبس وانت متعادل 1-1 معنويا جيد لاعب النادي الاهلي. لكن النقطه المهمه جدا حته وسط الملعب اللي اتكلم عليها بلال، حته كل الكرات المرتده. امام عاشور لازم يرجع شويه، في كرات محتاج انه يرجع شويه يدافع مع اكرم توفيق ومحمد مجدي قفشه اللي عامل شوط جيد في الشوط الاولاني. النادي الاهلي رغم الاداء او رغم عدم بدايه الجيده في الشوط الاول، لكن كان اخطر في الفرص. شفنا كره محمد قفشه اللي انا شايفها من وجهه نظري في الدقيقه 7 في بدايه المباراه، هدف صحيح وما فيش اي فاول على وسام ابو علي. الراجل لعب الكوره والسيسي وقع، عمرو السيسي وقع، ومحمد مجدي قفشه كان لازم الحكم يتأنى في اللعبه وكان لازم الفار يدير السلام. ان انا شايفها هدف صحيح 100% للنادي الاهلي. ان شاء الله نتمنى الشوط الثاني التوفيق للنادي الاهلي، وباذن الله تكون البدايه افضل من الشوط الاول، وان شاء الله الفوز لصالح النادي الاهلي في الشوط الثاني. هنروح لفاصل نرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، ارجوكم انتظرونا.